النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات. ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها مع الموازنة بين تكريس حرية التنظيم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية. في شأن وطني آخر، بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام 39.67%، وتحصلت التلميذة لينا بن علي حجي من الجسرين على أعلى معدل وطني 19.65. وزيرة التربية سلوى العباسي: نتائج هذه الدورة في مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية كانت مشرفة. 39.67% تحصلوا على معدل 10 فما فوق، يعني هم الناجحون، والنسبة تحسنت مقارنة السنة الفائتة التي لم تتجاوز 36.15%. الذين تحصلوا على معدلات تفوق 4339، وعدد الموجهين إلى الإعداديات النموذجية 3680، والأولى وطنيا بنوتة من ولاية القصرين، وهي مفاجأة تدل اللي راو تونس حافلة بالطاقات الإيجابية، ولي زهراتنا وبراعمنا في كل ربوع هذا الوطن. تحية إلى لينا بن علي حجي اللي أحرزت نجاح بتفوق معدل 19.65. وزيرة التربية سلوى العباسي أشارت من جهة أخرى إلى ارتفاع حالات الغش المسجلة خلال امتحان البكالوريا للسنة الحالية إلى 1000 حالة. بما أن وزارة التربية تصدت تصديا تاريخيا للغش هذه السنة قبل الإنجاز الامتحان وأثناءه وبعده، للأسف ارتفعت حالات الغش إلى ما يقارب 1000 حالة حتى الآن. هذا دليل نجاح الدورة التي أطلقنا عليها دورة الاستحقاق، وستكون كذلك نسب النجاح إن شاء الله في دورة المراقبة ترتفع، ونزيد نفرح بنياتنا وليداتنا والأسر التونسية والدولة التونسية إن شاء الله. تعلم وزارة التربية كافة المترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 24 و2000 أنها توفر خدمة لنشر نتائج هذين الامتحانين بواسطة الإرسالية القصيرة SMS. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد 6 جويلية الجاري، بداية من الساعة 10 صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. على صعيد وطني آخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها تضع على ذمة العموم القائمات الأولية للناخبين للانتخابات الرئاسية ابتداء من يوم غد السبت وإلى غاية يوم الأحد 7 جويلية الجاري بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وعبر موقعها الرسمي www.easy.tn. الهيئة أضافت في بلاغ لها اليوم أنه يمكن لعموم المواطنين التثبت من مراكز اقتراعهم عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، أو باستعمال منظومة twensa.easy.tn. كما أفادت الهيئة بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين يفتح ابتداء من يوم الاثنين القادم 8 من الشهر الجاري وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم 9 جويلية الجاري. وأشارت إلى أن مطالب الاعتراض داخل الجمهورية تودع بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل من 8 صباحا إلى غاية 2:30 بعد الظهر. أما بالنسبة إلى خارج الجمهورية فتقدم مطالب الاعتراض عن طريق البريد الإلكتروني.
نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث أفاد مدير عام تشريع الشغل والمفاوضات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد علي الزموري خلال استضافته اليوم في برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد بأن نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون سميك بين سنتي 2024 و2000 فاقت 100%، موضحا أن حوالي 1,000,000 متقاعد سيستفيدون من الترفيع في الأجر الأدنى المضمون على دفعتين. من سنة 2010 إلى حدود الآن تم الترفيع أكثر من 10 مرات، لكن ثم سنوات ما صارش فيها الترفيع، لكن دائما الترفيع اللي يصير مثلا في آخر أكتوبر 22 يغطي الفترة حتى إلى 23، وسنة 24 اتخذ القرار طرف السيد رئيس الجمهورية بالترفيع في الأجور الدنيا الفلاحية وغير الفلاحية. تطور السميك على الفترة هذه الزمنية من 2010 إلى الحد الآن زاد في أكثر من 100%، من 235 دينار سنة 2010 أصبح التو حاليا إلى حوالي 500 دينار 491 دينار. آخر زيادة شملت الأغلبية العظمى العمل النشيطين صارت بمقتضى اتفاق إطاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 1 جانفي 22، ويغطي سنة 22 23 و24. الفئة الكبيرة المعنية بالأجر الأدنى حوالي 1,000,000 متقاعد اللي الجرايات متاعهم ما تتعدل إلا وقت يقع ترفيع في السمي. خاصية جديدة في الترفيع المرة هذه هو أن تم الترفيع على دفعتين، 7% بداية من ماي 2024 و 7.5% بداية من جانفي 25. أكثر فئة مستهدفة هي المتقاعدين قطاع الفلاحي، زاد صار نفس الترفيع. أحدثت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلية أزمة لوضع خطة تدخل طارئة في إطار متابعة ظهور حالات من مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار، وذلك بأحد الأقطار المجاورة. وبحثت الخلية جملة من الإجراءات العاجلة لحماية تونس، أهمها إمكانية تلقيح الأبقار بتلقيح جدر الأغنام المكسب للمناعة ضد مرض الجلد العقدي، وكيفية اقتناء التلقيح الخاص به وبرمجة استعماله، إضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية دون التسبب في أضرار على المحيط من خلال ترشيد استعمالها. ولفتت الوزارة إلى أن المصالح البيطرية تواصل اليقظة والحذر على كامل التراب الوطني للحيلولة دون تسرب المرض والتدخل العاجل حماية للقطيع الوطني. في شأن آخر، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات استثنائية لإضفاء مرونة أكبر في تطبيق سلم تعيير الحبوب، اعتبارا إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها قطاع الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي وبلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المادة. وحث اتحاد الفلاحة في بيان له على إقرار سعر يراعي تأثيرات الظروف الطبيعية القاهرة، وهو ما سيسمح بالتخفيف من انعكاس تدني الجودة على الأسعار. وطلب في هذا الصدد بالعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين وتيسير الإجراءات والإسراع بصرف التعويضات قبل انطلاق الموسم، مع مزيد الإحاطة بهم ودعمهم للحد من خسائرهم المتفاقمة. على صعيد وطني آخر، قال عضو لجنة تنظيم الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسية الأفريقية التي انتظمت في تونس يومي 2 و3 من جويليا الجارية سليم يحيى، قال لدى حضوره ضيفا على برنامج المشهد الاقتصادي على موجات الإذاعة الوطنية إن هذه الدورة سجلت مشاركة 25 بلدا مقابل 19 في الدورة السابقة التي انتظمت سنة 22 و2000، ومكنت من عقد اتفاقيات مشتركة بين مؤسسات تونسية وأفريقية أتاحت التصدير نحو السوق الأفريقية.
هو منتدى أعمال متميز ضم حوالي 135 ممثل، 120 مؤسسة من 25 بلد من جنوب أفريقيا الصحراء، مقابل 19 بلد سنة 2022 اللي هي الدورة الثانية، خاطر السنة هي الدورة الثالثة. حوالي 300 ممثل عن 250 شركة مؤسسة تونسية مصدرة وإلا منجة ورغبة في التصدير للسوق الإفريقية. قمنا ب 60 زيارة لشركات تونسية في جميع القطاعات والاختصاصات. بالنسبة للمشاركين مثلا بالدورة الثانية كان فما حوالي 150 مؤسسة تونسية مع 100 مؤسسة إفريقية، وصلنا 2500 لقاء مهني ثاني. وصلنا لنسبة 36% من المشاركين مؤسسات تونسية والإفريقية عقدوا طلبات وبرامج مشتركة، وصار التصدير الفعلي. الأربع قطاعات اللي عليها طلب تو نخدموا عليها نحن اللي هي قطاع الصناعات الغذائية، بعده جي مواد البناء والإنشاء صار عليها طلب كبير، حتى تو وصلنا دخلنا شرق إفريقيا اللي هي لابارتي أنجلوفون واللي ما كانش عندنا معها عادات، صار معها مبادلات تجارية. القطاع الثالث اللي هو الخدمات الصحية، والقطاع الرابع اللي هي الخدمات بصفة عامة وصناعات أدوية. أطلقت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك حملة لمكافحة تقليد العلامات، ودعت المواطنين إلى تجنب اقتناء المواد من الأسواق الموازية نظرا لخطورتها على صحة المستهلك. رئيس المنظمة لطفي الرياحي أفاد في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه تمت برمجة معرضنا الأسبوع المقبل في مدينة الثقافة للتصدي للعلامات المقلدة. داخل الحملة الوطنية لمكافحة تقليد العلامات والتتويج نتاعها أخيرا في معرض كوسميكس اللي باش يتنظم بين 10 و 11 جويلية بمدينة الثقافة في جناح خاص للتعريف بآليات مكافحة التقليد، مع جملة من الشركاء من وزارة التجارة الفاعلين سواء في الرقابة ولجنة الرقابة ولا الفاعلين في مكافحة التقليد لتبيين ما معنى التقليد وكيف نكافحه، خطر عنده خاصة ضرر صحي كبير ومباشر على البشرة، خاصة على الإنسان وبناتنا وأمهاتنا اللي يأخذوا منتجات مقلدة وما يعرفوش الخطر نتاعها. على سبيل الذكر في الصناعات التقليدية وصل 80%، في عدد الصناعات الأخرين توصل بين 30 وحتى أكثر منتجات مقلدة، والتجارة الموازية هي اللي تغذي المنتجات المقلدة، يلزم مكافحتها على خطر عندها ضرر على الاقتصاد الوطني، عندها ضرر على المستهلك، ونجم المستهلك مش نبعد على الرخص في المنتجات هذه على خطر ضررها أكبر برشا من تشري منتوج. تجرى بعد غروب شمس اليوم 29 من ذي الحجة 1445 هجريا عملية رصد هلال بداية السنة الهجرية الجديدة 1446 هجريا. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي أكد في بلاغ سابق له أنه تبعا للمعطيات الفلكية والخرائط المصاحبة لا يمكن رؤية هلال الشهر القمري محرم 1446 هجريا في كل أرجاء العالم بعد غروب شمس اليوم على غرار كل الدول العربية والإسلامية. وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك إما يوم السبت 6 من جويلية أو يوم الأحد 7 من جويلية الجاري حسب ما ستثبته الرؤية وبلاغ مفتي الجمهورية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. في فلسطين المحتلة وفي اليوم 73 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، استشهد وأصيب العشرات في غارات وأعمال قصف مدفعي طالت مناطق متفرقة من القطاع بينها رفح والشجاعية وانصيرات، فيما صعدت المقاومة من عملياتها ضد قوات الاحتلال في حي الشجاعية وتل السلطان. أحلام بن عمر. شهد حي الشجاعية لليوم الثامن على التوالي معارك بين المقاومة وجيش الاحتلال الذي تكبد على مدى الأيام القليلة الماضية خسائر في صفوفه. وقالت كتائب القسام اليوم إن مقاتليها أغاروا على مقر قيادة عمليات الاحتلال الصهيوني قرب حي تل السلطان وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال، وذلك بعد ساعات من إعلان القسام الإجهاز على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة بحي الشجاعية.
وبالضفة الغربية عم إضراب شامل أرجاء محافظة جنين بعد استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي وسط اشتباكات خاضتها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس مع قوات الاحتلال. سياسيا، أكدت حركة حماس رفضها أي خطط أو مشاريع تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، كما أكدت رفضها أي تصريحات أو مواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مسمى أو مبرر. يأتي ذلك في وقت أجرى فيه قادة من الحركة مباحثات مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لبحث المقترحات المطروحة لوقف إطلاق النار في القطاع. في الأثناء، أعلنت مصادر عبرية عودة فريق التفاوض الإسرائيلي بقيادة رئيس الموساد إلى إسرائيل بعد اجتماعات مع وسطاء قطريين في الدوحة. بقية أخبار العالم، أدلى الناخبون الإيرانيون اليوم بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتنافس فيها المرشح الإصلاحي مسعود بسكشيان والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة إزاء الغرب. هذا ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية يوم غد. وفي فرنسا، حثت أحزاب من مختلف أطياف المشهد السياسي الفرنسي الناخبين على المشاركة بقوة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية لحد القادم للتأثير بفاعلية على النتائج، في وقت أشارت فيه استطلاعات للرأي إلى أن اليمين المتطرف سيحصل على أكبر نسبة من الأصوات لكنه لن يصل إلى حد الفوز بأغلبية مطلقة. نقطة والنهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نشر القائمات الأولية للناخبين غدا وبعد غد بالمقرات الفرعية والموقع الرسمي لهيئة الانتخابات والاثنين المقبل بداية فتح باب الاعتراض. إطلاق حملة لمكافحة تقليد العلامات، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى تجنب اقتناء هذه المواد من الأسواق الموازية. وفي الشرق الأوسط، حماس تجدد رفضها أي خطط لدخول قوات أجنبية إلى غزة تحت أي مسمى أو مبرر. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.